السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وكل فيديو انتوا طيبين. سيده عائشه، ده اول السوق رجاله. قبل ما السوق قلنا نجيب الراجل المحترم ده. ايه اخبارك؟ وعشاق الحمام التوائل وحمام الزينه، وعنده كل جميع الحمام، الحمام اللاحم. قول لنا بقى اسعارك كده، الدنيا فيها ايه؟ وانا معاك اهو. الناس اللي بتتصل بيه والله برد عليها، والله الناس اللي بتتصل برد عليها. عندك لحم جنب اهو ب 350 جنيه الكور. ب 350. عندك من جنب يورا يا ولاد امريكي ب 700 جنيه الكور. دول زغلولين؟ زغلولين بكام هما؟ 700 جنيه الزغلولين. الكبير منهم بكام؟ الكبير منهم ب 1000 ونص. الكبير منه ب 1000 ونص. عندك دول ثلاث نوتش نتاب 500 جنيه؟ دول ثلاث نوتش يا رجاله. طبعا الراجل ده بيقف في اول السوق. قلنا بدل ما نخش السوق ونجيب، الناس بتحب الحمام التقيل. بص الزغلول ما شاء الله ماشي. ده الرومي ده ب 200 جنيه القص. 200 جنيه القص. ده بلدي بكام الجوز؟ ب 100 جنيه الجوز البلدي. ادي البلد. وده ب 100 برضو؟ بلدي ده برضو. كابتن 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 دي مش قاعدة. دي مش قاعدة اهو. ماشي ده ارفع لي اللي فاضي. ولاد استرا 350. ارفع صاحبي بعد اذنك. الديول بكام؟ 400. 400 جنيه القص الازاز. معلش ارفع لي اللي فاضي. ماشي. ودول عاملين كام؟ 200 جنيه الجوز. ماشي. واللحم قال لك تعال بعد الدبو عشان ايه؟ مش انا بقى لحد فرنساوي شعب ب 200 جنيه فرنسي. ماشي. والعزاز الهندي ده الهندي ب 350. 350 الهندي. عنده هندي يا رجاله وعنده كل حاجه. وبلدي سنافر ايه؟ امال النتا دي عامله كام؟ النتا دي عامله 100. رقم تليفونك بقى 010-190-876-39. نهارك كله روقان. ادي العرض بتاعه حبيبي يا غالي. حبيبي يا ادي العرض بتاعه كله. قول لي محتاج حاجه تتوصل بيه. يلا نخش بقى السوق. السوق عامل ازاي؟ الله يعيننا. يلا بينا. بصوا بقى يا رجاله، قبل ما نبدا في اي حاجه، انا محتاج كل اخواتي في لايف الساعه 12 بالليل. محتاجكم ضروري كل اخواتي وحبايبي، محتاجكم ضروري الساعه 12 بالليل بفضل الله. بص بقى، في كام زغلول هنا؟ عربجات زغلولين. العربجات عاملين كام الزغاليل؟ اخويا عامل ايه؟ لا الزغاليل العربجات دي الزغلولين ب 3.5 ما شاء الله. واللاحم الزغاليل بس عامل 300. والكبير ده كينج ده بكام الكينج؟ 700 جنيه الكينج. على فكره ارخص الناس بتجي هنا ما شاء الله. ودول ايه؟ بكام اللحم؟ 400. ما شاء الله. ودول زيهم؟ ده قص عامل 4.5 وفي ضفر عامل 200. سلام. قول رقم تليفونك يا اخويا. 011-29-05-8182. حبيبي حبيبي ربنا يوسع عليك يا غالي. حلوين الزغاليل العربيشات. هنجيب لكم برضه شويه هنا حلوين. شويه بقى هنا شعبي. بص بقى في لحم برضه. صباح الفل يا عمده، عامل ايه؟ اخويا حبيبي. كام القص الاسكندراني والمثالي؟ الاسكندراني ده عندي بتاع التمديه دي. عن نتايته دي؟ انا بحسب دي مطرب عليها. لا دول ده طريقه. ماشي. عاملين 300. الاسكندراني والخليلية ب 300 جنيه. 600. طب والدكر ده؟ 600. 600 جنيه. الصلاة على النبي. الدكر ده الواحد عامل 350. عامل 350. والحم؟ الحمر والدار عاملين 350. نهارك كله رزق. قول رقم تليفونك بقى عشان ربنا يرضينا. 011-365-365. ابيض يا ابيض. والزواجل دي تبعك؟ بكام بقى دول؟ 250. 250؟
اي الشابين ب 250 والزولين ب 250 معاهم اهلهم فيهم معاهم شهادات ولا حاجه؟ لا اهلهم معاه شهادات بس اهلهم من غير واحد اسمه محمود الفاتح. ما شاء الله هما باينين عليهم ما شاء الله عليهم. ماشي يا عمو. وده برضه حاجتك؟ لا حاجتك. العبايسه بكام؟ 300؟ ماشي ما شاء الله. اخويا محترم عامل ايه؟ قول لي اسعار بقى الحاجه دي. الحته عامله 100 جنيه اي حته فيهم؟ اي حته؟ الشخشولي ب 100 جنيه؟ استرالي كويس اهو، كام استرالي حلوين ما شاء الله. عرق ابيض يا حبيبي. في قص اهو حلايبه بعيال. ماشي عامل ايه؟ بكام الحلايبه بجنيه؟ جبنهم 250 جنيه. ايه زغلولين ولا زغلولين؟ انا بحسب واحد بس. 250 بالزغلولين كويسين. والانجليزه 250 ما شاء الله. كام السفره ورا دي يا صاحبي؟ كام دي؟ 200. والحلوس 300 راس. والعبايسه؟ العبايسه بكام؟ 200. تعبتك يا غالي معلش. وادي شويه زواج الام. السلام. وادي الجو الدنيا بسم الله ما شاء الله. في بقى هنا ايه؟ ازازات هي سلك بقالنا كتير ما شفناهمش. في دكر سحن اهو ما شاء الله. في شويه سلك ما شاء الله. السلام السلام. بالعافيه. دي بورنيسه وخدود وحماره حلو. يلا بقى نخش قدام بقى كده رجاله ونشوف السوق. يلا بينا. ها بقى شباب نجيب لكم اهوت حمتين بابنهم. تمام. انا عايز اقول لكم بقى واقول لكم اخبار السوق. السوق زحمه جدا والناس اللي معانا في قلب السوق تقول لكم الكلام ده. السوق زحمه قوي 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 قوي. دول مراسلات بابنهم. قص مراسلات بابنهم. السوق زحمة جدا جدا زي ما انتم شايفين. هو زورة لطيفة معاهم مرحاني معاهم قاضي على السبول والسود تشتري بندق. تمام. مش بقى حلوين هما. السوق عايز اقول لك ان السوق زحمة. بص ده دول قص حلوس بعيالهم اهو. هذا القص. السوق زحمه موت. دول الزواجل بقى. فضلت معانا لحد دلوقتي وما دوستش لايك هزعل منه والله هزعل منه. دول لحم. دول رجاله بقى تشكيل لحم ما شاء الله. تعال نخش بقى كده السوق. بص الزورة لطيفه. بس روحنا. واديك شويه زواجل. هذا روحنا. تمام. هنقول لكم اخبار السوق تما. بص السوق عامل ازاي. يلا بينا بقى نخش قدام ونرجع تاني من الشمس. خليكم معانا. بصوا بقى يا شباب ابو مجدي حبيب يصبع على اخوه حبيبه ابو محمد. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ معاك ايه يا عم ابو محمد يا غالي؟ بص بقى كام زغلولهم ما شاء الله. زغلولين مساويدهم بكام مساويد؟ 300. ماشي. والجريزلات دول؟ الجريزلات دول 180. دول مساويدهم 180. وادي اخوه. الله يصلح حالك يا رب. الله يرضيك. على اخوه. والاسترالات السحن دي؟ الصراحه دي اتنين ونص. اللي محتاج منهم حاجة لو ما تبعوش في السوق رجالة يتصل بيا. حبيبي كام زغلول الله أكبر عليهم. ماشي أبو محمد يا غالي. حبيبي كم واحدة يا مولانا؟
ادي في كام زغلول برده رجاله زي ما انتم شايفين. بقى نخش حاره الغزار ونشوف عم عادل. شوف عم عادل كده وشوفه بس يظبط حاله مع دكر اسكندراني حلو قوي. دكر 24 بقول لك يا عبد في زغلول انجليزي. بص الجيم معاه كام واحده هنا كام زغلول برضو. على فكره الجو حر جدا. وهنخش بقى حاره الغزار نشوف الدنيا فيها ايه. يا شباب بعد اذنكم الفيديو ده يفجر فجروه لايكات فجروه لايكات. الكومنت بتاعكم بيفرق معايا على قد ما بقدر برد عليكم. عامل ايه يا اغلى الناس؟ اخبارك ايه؟ ليك وحش الله يخليك. انت خلصت ولا ايه؟ الحمد لله الحمد لله. عاوز انت ايه يا حبيبي؟ ها؟ 70 جنيه عاوز كام؟ معاك كام زغلول في دكر اسكندراني اهو. خد واحد يعمل ايه تاني ابو مش عارف والله. عم عاد ها؟ معاك كام واحدة هنا؟ بقول لك نزل انت متأخر شبابات. لا ده انا بستنى السوق يظبط شوية والله. عم عاد تلعب انا معانا عباية ابو ثروة الحمد لله ماشي. واخد ثنياتنا بيقول والله وما سويت الحمد لله على مدر الدنيا ما شاء الله. وعمر الزوار برضه ترى كله رزق عم عاد. تعالوا نخش جوه كده ونشوف الدنيا فيها ايه. نظبط الدنيا مع بعضينا كده وكل حاجة هتبدأ مع بعض. دول زغاليل زواج بس صاحبهم مش واقف. صاحبهم مش واقف. كل دول زغاليل زواج. في بوازات هنا. بوازات الكريمي دي يا رجالة تمام. ودي بوازات تانية. دي بوازات كريمي. هم كلهم بوازات تمام. بوازة طبعا ده اللي انتوا عارفينه وده الكريم. هنخش نقول لكم بقى السكرتات دول. السكرتات ما شاء الله دول السكرتات حلوين قوي. الله اكبر الله اكبر. وانت كمان بسم الله ما شاء الله عليك. ده في ايدين ننزل عطيفه اهو. يا رجاله كده عشان الجو موت موت ان شاء الله. صفارة هادي خد دكر ده كويس. انتم شايفين اهو. نخش هنا نطلبوا بقى الدنيا. عامل يا حبيبنا اخبارك ايه؟ انت اخبارك ايه؟ والناس بتسلم عليك على فكرة حبيبي. مع بقى وحلويات ده في مساويك كمان اهو. الراجل ده ما بيزعل. سيبك من الاسعار هو ما بيزعلش حد. ما بيزعلش حد. كلهم شبابات. شبابات كلها ايه هتلناش. دي كام واحدة هنا. حبيبي يابا. حبيبي يابا. بلوك كام واحدة عند ابو الشادو. خدها يا ابو الشادو يا غالي. عامل ايه يا حبيبي؟ في المسعود ايه؟ عامل ايه؟ الله يخليك حبيبي. يا رب دايما يا رب دايما حبيبي. الو اي صباح الفل. المسعود دي بكام؟ 3.5 زغلول. بصوا بقى يا رجاله تلاقي رجالنا ابو شادي معاه كام واحده هنا. ادي بولوس كلها يعني. هنعمل لكم عرض النهارده سكروتو. ماشي يا ابو شادي. ادي السكرتات. كم السكرتات يا ابو شادي؟ بصوا بقى يا شباب طلع لكم البلو السود دول. السكرتات بكام يا ابو شادي؟ والبلو السود دول يا ابو شادي ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ حبيبي نهارك زي العسل. خد الخضره. خضر بكام؟ 400 جنيه.
في جول السوق. صورت اللي بلال هناك هاي طلع السرالات دي عشان مين بيبتدي بكامل بولو السودا بشاهد سمي بص استنى تعديها الله يا سامي محمد سامي يا حبيبي من السعود خد لك 400 جنيه رجاله خلي بالكم من السعود ده في القرق اللي هي 350 حبيبي طلع بقى المسعود دول مع بعضهم ارمي حبيبي كده انت ما طلعتلناش القفص اللي عندك ايه دول ماشي تطلعوا دول هو مش فاهم لسه بس كلها بقى معايا عايز اربع مسعود تحت بس انا اسرع بابا زبونك يا بابا مشاهدي شيرت الفحميات ب 500 صح؟ كلهم فحميات ماشي يا حبيبي طلع لنا بقى المسعود دي المساويد دي هم دول اللي كانوا بقى فوق كم هم اصلا هم اللي كانوا فوق كم زاويتين دول الزولون استرالاب ب 200 ابو شادي انا معاك بص الناس هو مش هيرضى ادي حامتين هو كلهم رجاله ايه الاكوال ده؟ الاكوال والاحمر على فكره المساويد دي غير المساويد اللي انتهى التلات حبيبي يا شادي ادي المساويد غير المساويد اللي طلعوا دول يا رجاله المساويد دول بكام؟ ب 400 جنيه بص السلام علينا لم الزغاليب دي هنا بس خلاص 400 المساويد دي يا شباب ايدك يا لؤي ايدك يا لؤي ما شاء الله نهارك كله رزق يا حبيبي نخش نمشي كده كان زعلون كده نسلم على حبيبنا الاول انت اخبارك ايه الله يخليك يا حبيبي حبيبي يا الله يخليك يا حبيبي ولا حمام ولا اي حاجه انا بحب اشوفك واسلم عليك حبيبي سيب على الله والسلام عليكم لكم برضو كم واحده هنا السلام عليكم السلام عمو عامل ايه كامل الاكل ب 750 اللحم لحم مقص مقص سوس يعني القص ب 750 قول نهارك كله رزق يا غالي بقى في ايه ناس فر ورقه الشربندو نتايه الشربندو دي ولا ذكر ذكرت ان شاء الله عامل كام 800 ان شاء الله البطاطي ذكر برضو ها ان شاء الله ربنا يوسع عليك يا غالي بص بقى البندقه دي كلك مشكله ان شاء الله معانا حمو اهوت ازيك يا حمو عامل ايه صباح الفل في قصه عربيشاتهم رباش اوروبي ده الشباب كم دول يا حمام؟ 2000 جنيه مفيش هزه للناس
الله يخليك. الله يخليك. الناس اللي مش عاملين ده معاه الوكول وجود حبيبي محمد. بص دوسين وفريقه. ماشي يا حمد. ده ذكر؟ منتايا؟ اه. دي لونج فيس يا شباب. منتايا كولا قليل قوي كمان لما تلاقي الكول. بس وشها. اضرب يا جمال ربان. بكام؟ دي عامله 1000. عامله 1000؟ دول قصهم كام يا محمد؟ قول يعملوا 1600 جنيه. ماشي. الدكر الاسود والنتائج بكام؟ قول يعملوا 12200 جنيه. دول بتشاف الحمر دول قصي شغالين. ان شاء الله. النتايج يعني فيها حاجه؟ لا. لا ده كيس دون يعني. دول قصي شغالين دول يعملوا 600. قصي شغال زي كده. ان شاء الله. بس عاد مدكر وشه. وادي النتايج. النتايج فيها كيس دون بس ما فيهاش اي حاجه يعني. مش شغال. هو ماشي. كويسين برضو عيالهم. دول لك شاك قطار محمد العسكري هتبيعهم بكام؟ دول عاملين 400. الشخشله دول عاملين 600. اقصى شكلها 600 جنيه. نتايه ايه؟ خد الدخل 600. ماشي ما شاء الله. كام الحلويات دول بقى؟ دول اقصى فاطمة الحلويات. دول عاملين 3000. ذكر النمس ده 650. وادي قص كمان اهو. ذكر الازرق دي 2200. ذكر الازرق دي 3000. ذكر ده ما عينيه ما فيهوش اي حاجه يعني كده. ده عنده عين عليها سحابه. صح كده اهو. جزء مهم ده عنده. ده عينيه عليها. عنده عين عليها سحابه وشغال. بكام؟ قول ب2200. ماشي. في زرع عطيفة هنا. دول 3500. دول قص زرع عطيفة. قص سفر ورق وقص ماشي. السفر بسعر واحد. بكام؟ قص جنب بعض القص ب 400. اي قص ب 400 جنيه. قص ب 400 الزرع العطيفة 300. 300 الزرع واي قص ب 400 جنيه. برضه ما تبقاش غاليين عليه. ادي الصفر ورا ايه؟ ادي الزر لطيفه. وادي الصفر. تمام. طب الشخاشله دول؟ الشخاشله دول يعملوا 400. 400 هم قص؟ قص وشغالين برضه. تيره ثابته فيها. تيره ثابته فيها وشغالين بفضل الله. تمام. ذكر الناس بتليفون 011 26 39 39 29. حبيبي. انا بخش كده. اجيب لكم كام واحده هنا حلوين. اوعى بقى يا عم بقى كده يا عم. هصور يا حام مش هصورك. ليش البندق ده يا عم؟ كم الكوتي ده؟ الحته ب 1000 جنيه. الكوتي ب 500؟ يعني النتا دي ب 1000؟ يا جدع. امال ايه؟ ما شاء الله. السكروتة يا عم قول اسعار بقى بجد. والله والله ب 1000 جنيه على حمام ممنوعات. لا هو الدكر اللي جامد. بص بس فلوس دول. بص زغلول وعينيه بيضاء. بص بكام الحلوس؟ ما بيرضاش. يا 300 جنيه. 300؟ والشخاشله؟ والله لا اصور ابو وش بشوش ده. مش هصورك كده. معروف زي الجنيه ده. مش هصورك كده. معروف زي الجنيه. حبيبي يا عم ازاي؟ ما اعرفش عم ازاي. كام الشخشله؟ ابو كريم ايه؟ بكام الشخشله؟ الناس عمالين يقولوا لي مين بتاع الشخشله البيت دول؟ مش عايز يطلع. قلت لهم الله والخف. نهاركم ابيض. بكام واحد؟ هو الوحيد القص الكبير بكام؟ هو عارف والله. عايزين يعرفوا والله بجد مين صاحب الحمام الشغال. قلت له بكام الكبار؟ ب 1000 ونص. ب 1000 ونص.
ولا رقم تليفون ولا يديك اي ما يدكش اي حاجه. بقالي سنتين بصور. الله يخليك يا حبيبي ونهاركم كله رزق ان شاء الله. الله يخليك ده كرش بندر حبيبي يابا. تعال نخش قدام كده ونرجع لكم. بصوا بقى يا شباب دي حمله 350 400 انت الصفر ورقه دول ان شاء الله. ادي قطات مشر بنادق دكر اخضر اهو. بص بص الخضر كام القص الخضر ده؟ 2000 جنيه شغل. والقشر بنادق حته ب 1000 ان شاء الله. ما شاء الله في شابينو صباح الفل. كام الحتتين دول؟ 1500 الحتتين. الشابه اللي يشرب من دول دي صح؟ 500. ربنا يوسع عليك يابا. بس زغلولين كولهم. عاملين كام دول يا حجي؟ 300. بصوا بقى اخواتي عشان الفيديو طال علينا مش عايز اطول عليكم كده. ده نهايه السوق. اتمنى يا رب يكون فيديو خفيف على قلوبكم. استنونا الساعه 12 بالليل. محتاج كل اخواتي وحبايبي واخواتي اللي في كل الدول العربيه عشان في حاجات قصيتكم فيها. ما تنسوش اللايف الساعه 12 بالليل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.